الحلواني شابة، هيفاء الحلواني شابة صغيرة تعيش أزهى سنوات شبابها في الألفية الثانية، ومع ذلك ورغم دراستها الهندسية اللي تكاد تكون جافة تلعب قانون وتعشق الموسيقى العربية وتحاول الحفاظ على هويتها الموسيقية التونسية. كيف جاءت البداية وكيف جاء التكوين؟ في البداية نقول أنا مع القانون، يعني أنا مع الموسيقى من اللي أنا صغيرة، يعني بابا يحب الموسيقى، يعني دائما على العود يبدأ يعزف وأنا صغيرة، نحب الموسيقى ومغروم بالأغاني القديمة ويحب برشا شيخ إمام ويعني يعزفوا، فبديت الغرام بالموسيقى. وبعد آلة القانون ريتها مرة فجأة قلت هالآلة هذه عجيبة تسحر وتحسها يعني أصيلة قديمة وعندها تاريخ كبير ويعني تحس فيها روح، فما روح، يعني الأصالة والتاريخ هو روح يعني في الأخير يعني. هل ده يا هيفاء لأنك أنت بتعتبري أن ده منهج في كل مناحي المعرفة اللي خاصة بيكي، يعني بتعتبري أن العودة للجذور، العودة للهوية، العودة للتراث العربي سواء المعماري أو الموسيقي، أو هل ده تكوين وفهم للحياة العربية بشكل عام؟ أي هذا هو نعتبره حاجة من المبادئ متاعي، يعني المبدأ هو كلمة كبيرة تتسمى، أما أنا نحب ديما في الفكر متاعي اللي الإنسان ديما يرجع للجذور، خاطر الأجداد هما عاشوا وعرفوا حاجات وتعرضوا لحاجات في مناخ معين، في ثقافة معينة. إذا كان إنسان ياخذه هو يعني كشكل ويحطه يعني مركب ما ينجمش يناسبنا، خاطر حاجة مش منسجمة. أما إذا كان ناخذه الحاجة اللي تنجم تنفعنا في ثقافتنا وفي بيئتنا في كل شيء، وقتها نجمو نشوفو كيفاش نطوروا فيه ونخليه يولي منسجم مع محيطنا، يعني اذا كان في الموسيقى او في المعمار او في اي حاجه. معناها احلامك في الموسيقى ايه؟ احلامي نحب نولي نعزف، يعني نتمكن من آلة القانون، خاطر هي آلة. لكن يعني انت بتدرسي بشكل علمي، هل تتمني ان انت تعملي اطلس للآلات الموسيقية، موسوعة الموسيقى العربية، الحفاظ على من جدد وطور الموسيقى العربية بشكل علمي؟ والله يعني هي فكرة، يعني ما خممتش يعني كيفاش، يعني انا نحب يعني نخلي اثر للتراث نتاعنا وكل شيء، ما خممتش كيفاش، مازلت ما نعرفش يعني، اما فكره والله فكره انت تو قلتها لي، يعني والله فكره، خاطر انت تعملي حاجه زي كده. يعني بالحق الانسان يعمل موسيقى، اما لازم يخمم وشنو شي نجم يزيد يضيف يعني للموسيقى والفن بصفه عامه. وتتمني ايه تاني هيفاء؟ نتمنى للشعوب العربية تسترجع ثقتها في روحها. يعني انا سعيدة بك هيفاء جدا، واتمنى ان كل الشباب العربي، انت تعرف ان الوطن العربي من اكثر المناطق في العالم نسبة الشباب فيه كبيرة، يعني اتمنى ان كل الشباب العربي يحلم زيك ويكون عنده رسالة حب وسلام وموسيقى لباقي الشباب العربي، ان هو يحافظ على هويته ورسالته، ان هو يضيف للإنسانية ما ياخدش منها. ان شاء الله. يعني انا سعيدة بك وسعيدة بلقائك. انا سعيدة اكثر. شكرا جدا. عايشك هنا. شكرا.